احلى عصير مسكر مع صباح الحل، لان الجو الحر محتاج المشروب بارد والعصير مسكر. الجو الحر محتاج العصير الحلو ده. وعايز اقول في نهايه الفيديو، الواحد لازم يستمتع بيومه مع المشروبات البارده، حتى انه الجو الحر محتاج المشروبات البارده. في نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس، وخلي يومك احلى مع المشروبات البارده. وعايز يكون في تفاعل واشتراكات، هذا لان الاشتراك يعني اشتراكه في التفاعل. يا ريتكم في تفاعل عندي على اليوتيوب.